ازيكم؟ النهاردة هنعمل مخدة دبابيس الأمورة دي. لو دي أول مرة تشوفوني، أنا أسماء. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، عشان ده خيط قطيفة. فبدأت بثلاث سلاسل بدل ما أعمل دايرة سحرية عشان بيتقطع مني وكده. بعدين اشتغلت في أول سلسلة 11 نص عمود، قفلت بمنزلقة وبعدين هطلع بسلسلتين واشتغل تزايد. السلسلتين دول انا مش بحسبهم عمود، فبشتغل تزايد من اول غرزة، بعمل في كل غرزة 2 نص عمود، 2 نص عمود في 11 غرزة اللي عملتهم قبل كده لحد الآخر. في تركية كده بحب اعملها، ان انا اعمل غرزة نص عمود زيادة في اول غرزة خالص اللي طلعت منها بالسلسلتين اللي قبلها على طول. دوت بيسهل ان هي تتقفل من غير ما يكون في فراغ، وبيبقى شكلها متسق اكتر. بعد كده هقفل بمنزلقة. السطر اللي بعد كده هشتغل فيه حشو، برضو هيكون تزايد، يعني واحدة عادية وبعد كده 2 تزايد، غرزة حشو وبعد كده غرزتين حشو لحد الآخر. هقفل بمنزلقة وبعد كده هحط الاثنين فوق بعض، الوش والظهر بتاع المخدة. وهجيب اللون التاني، هو قطيفة برضو بس ارفع وفلافي كده شوية. فانا استخدمت ابرة اصغر شوية، وبدل مستمر في التزايد العادي اللي هو المفروض الدور عليه كان يبقى غرزتين عادي من غير تزايد وبعدين غرزة تزايد، فانا قررت ان انا اعمل تزايد في كل السطور عشان الابرة اصغر والخيط ارفع كمان.
بدخل في بالإبرة في الوش والظهر من غير أي خيط، وبعد كده باخد خيط واخد خيط واطلع منهم، اللي هي غرزة الحشو العادية، وبكده بكون بقفلهم الاتنين على بعض، وبيدوني زي حافة كده شكلها لطيف قوي زي ما انتوا هتشوفوا في الآخر. دلوقتي انا خلاص قربت اوصل للاخر، فقررت ان انا احشي الفايبر، ببدأ احطه واسويه كده هوت من جوه. وبعدين هكمل زي ما انا كنت شغالة واقفل بمنزلقة. دلوقتي هعمل الغمازة القمر بتاعة المخدة. الفكرة ان انا بدخل من مكان واطلع من مكان تاني مختلف، علشان لما اجي اربط تروح جاية داخلة جوه وتعمل لي شكل الغمازة العسولة دي. لو عندكوا ابرة تنظيف بلاستيك مثلا او اكبر شوية هيكون اسهل، بس انا ما كنتش لاقيها ساعتها. وهنضغط كده بايدينا واحنا بنربط علشان نعمل يعني العمق بتاع الغمازة اللي احنا عاوزينه. وبعد كده ننضف الخيط جوه المخدة. دلوقتي هنزينها. انا حطيت فيها قوقعة لاني بحب البحر جدا، واي حاجة جاية منه ممكن تحطوا لولي او تحطوا ورد فوم زي ما تحبوا. ده شكل السفنجة القديمة اللي كنت بحط فيها الدبابيس، اكيد فرق رهيب طبعا زي ما انتم شايفين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشجعوني في الكومنت، وقولولي لو حابين انزل لكم عن حاجة تانية. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.